بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاليا ونحن في بداية عام 2020، وفد هيئة أعمال الخيرية متواجد في دولة النيجر وتحديدا في إقليم زندر وفي قراها الفقيرة لأمرين مهمين. الأمر الأول لنزف البشرى لأهل الخير في دولة الإمارات أن أياديهم البيضاء وصلت لمشارق الأرض ومغاربها، فلهم من الله جزيل الأجر والثواب. والأمر الثاني حتى نقف بأنفسنا من أرض الواقع على احتياجات هذه القرى الفقيرة لننقل للمحسنين من خلال مشاهداتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.